عاملين ايه معاكم؟ جديدة مع قناة ازاي القيم والاخلاق مع ادهم ايمن. انا قررت النهاردة اعمل عصير ليمون، فطبعا ده السكر ودي المية وده اللبن وهنا في ليمون ونعناع، وهنا الكوبايات اللي هحط فيها العصير، ودي الصينية اللي أنا هحط فيها الكوبايات. فطبعا هنحضر دلوقتي. أول حاجة هنحطها المية، طبعا هحط المية كمان اللبن، وطبعا هنبدأ نحط السكر دلوقتي. هبدأ أحط السكر اهو، لا لسه مستني. طب مش عاوزين سكر اوي، نبدأ نحط الليمون أول حاجة. فده بقى أنا جبت عصير الليمون أهي، فده بقى نحطهم اهو. مش عايزة أطول عليكم الفيديو، وطبعا هنبدأ نحط النعناع دلوقتي. أنا خلطته عشان الصوت وعشان ما يصدعكمش، فدلوقتي هبدأ أفضيه قدامكم. الصينية بتاعتي اهي والكاسات بتاعتي اهي، فطبعا انا هبدأ افضي في الكاسات. طبعا انا هبدأ افضي في كوباية واسعة عشان ما اوسعش شكل الكاسات. بسم الله. هو انا هحطه في الطبق ده كده، الكوباية خلاص اتملت. ايه رأيكم؟ هنقول يا سيدي ولا نغير الكلمة؟ مش هبصوا، انا عملت كل ده علشان عاوز اطلب طلب من ماما. هتشوفوه في الفيديو الجاي، ومتنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وسلام.